بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الاعزاء، جمهورنا الكريم، هذا الحضور المميز على بركة الله وحفظه، هنا اعلنت اللجنة عن انطلاقة شوط جديد من انطلاقات الخير والبركة، هو شوطنا الخامس هذه الدفعة الثانية للابكار، المنافسات الجميلات، المحليات، الاصايل. نتمنى دائم التوفيق والناموس يا الاخوة المشاركين. ما شاء الله، اذهب مع مقدمة الشوط الى المركز الاول، ما شاء الله تبارك الرحمن. اعود الى الشاهينية في اول المراكز لسمو شيخ حمدان براشد، مكتوب خالد بن المر بن حلوه الاشتبي، هو مع المركز الاول، بينما حميمه في المركز الثاني لسيدي صاحب سمو شيخ محمد بن راشد المكتوم، مع محمد بن عبد الله بن صبيح، بينما الشاهينية ايضا تاتي بثالث المراكز، واللسلهود بنقول اللي في المركز الثالث، نعم الشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم احمد وخالد بن المر بن حلوه عفوا. النقله على المركز الرابع، اللي في المركز الرابع هناك اللي هي الشاهينية لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم عبد الله بن علي بن واس، وفي المركز الخامس شواهين لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم محمد بن سعيد بن حلوه، وفي المركز السادس الشاهينية لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم محمد بن راشد بن اغدير، وفي المركز السابع هناك الشاهينية لسيدي صاحب السمو شيخ محمد بن راشد المكتوب مطر بن محمد بن رفيع، وثامنا هناك هملوله لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم محمد بن سلطان بن رشيد، وفي تاسع وعاشر المراكز الشاهينية والشاهينية لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم مع الواثق حمد بن راشد بن اخدير الاكتبي. هكذا ايها الاخوه كانت النتيجه للمراكز ذعناها عليكم، هكذا كان الوصف التفصيلي للعشره المراكز ذعناها كامله مكمله، ولكن اينها بعد العشرة؟ أين العودة إلى المقدمة؟ ما شاء الله، أرى التغيير اللي طرى وجرى. الشاهينية والشاهينية ثنتينهن كلهن في موقع واحد، ثنتينهن كلهن في موقع واحد ما شاء الله. والملكية لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم مع حد شبابنا، شباب الخوانيج احنا نلقبهم، خالد بن المر بن حلوه، بينما اللي في المركز الثالث هنا تنتقل بدورها ثاني المراكز الشاهينية لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم مع احمد بن راشد بن غدير. المركز الرابع حميمه في رابع المراكز لمقام سيدي صاحب سمو شيخ محمد بن راشد المكتوم ومحمد بن عبد الله بن صبيح، بينما اللي في المركز الخامس ايها الاخوه ايضا بنتعرف عليها، ايضا بنتعرف على اللي في المركز الخامس، بنتعرف على جميع هذه الاسامي المتواجده هنا. اللي في المركز الخامس وهناك شاهينية لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم مع السيد حمد بن راشد بن اغدير، وسادس المراكز بنقول شقره لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم محمد بن سعيد بن حلوه، وفي المركز السابع حملوله لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم احمد بن سلطان بن رشيد، وفي المركز السابع ما شاء الله هناك الشاهينية لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم حمد بن راشد بن اغدير، وثامن المراكز ضيفه للشيخ عمر بن عبد الله المعلى ومحمد عمران الموسى هو المتواجد، وفي المركز الثامن ما شاء الله ولا تاسع المراكز الشاهينية لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم مع حمد الضعيف بن غدير الشتبي، والشاهينية بعاشر المراكز لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم حمد بن راشد بن غدير الشتبي. هاي النتيجة أيها الإخوة، هكذا كانت النتيجة، هو النداء الثاني للمراكز العشرة المتواجدة في هذه الكوكبة الجميلة والمميزة، كوكبة المراكز العشر، كوكبة المراكز العشر، ولكن بقيادة من؟ ما شاء الله، بقيادة الشاهينية، بقيادة الشاهينية التي يعني مسيطرة تتبرع على المركز الأول، مسيطرة على مقدمة الشوط، حاملة نقطة ثالثة في هذا اليوم الجميل، يوم اللقاية ما شاء الله، يوم أصحاب السمو الشيوخ وأبناء القبائل والكيلو الأخير يفتح أبوابه مرحبا بهذه الشعرة. الشاهينية في أول المراكز، الشاهينية مسيطر حتى هذه اللحظة على المركز الأول لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم حمد بن راشد بن غدير، في المركز الثاني أيضا تأتي الشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم مع السيد خالد بن المر بن حلوة، وصلت حميمة ما شاء الله
ايضا حميمه بمثل مركز ثالث لسيدي صاحب اسمه الشيخ محمد براشد المكتوم محمد بن عبد الله بن صبيح، وفي المركز الرابع ما شاء الله وصلت هنا شقره الها حلو التواصيف ما شاء الله لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان براشد المكتوم مع محمد بن سعيد بن حلوه، والشاهينيه خامسا لسيدي صاحب سمو الشيخ حمدان محمد براشد المكتوم حمد براشد بن غدير الاشتبي. هكذا كانت النتيجه، هكذا كانت النتيجة. الله الشاهينية، الشاهينية مسيطرة على المركز الأول، صامدة على مقدمة الشوط ما شاء الله تبارك الرحمن على هذا الأداء الجميل، هذا الأداء المميز والموفق من نوعه ما شاء الله. الشاهينية مسيطرة صامدة على المركز الأول تبارك الرحمن على هذا الأداء. بنقول سلام للمرة الثالثة للمقام السامي سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، والتهاني دائما للمميز في هذا العالم التضمير حمد بن راشد بن غدير الاجتبي. هاي لحظات صرحة النهاية معلن الفوز والناموس. تعالينا والناموس، المركز الثاني لسيدي صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، المركز الثالث لسيدي سمو الشيخ حمدان محمد بن راشد المكتوم، المركز الرابع سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، المركز الخامس لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم. هكذا كانت النتيجة، 6 دقائق 12 ثانية 71 جزمة ثانية. تهانينا والناموس.